طيب ولكن هذا الجمهور، يعني الجمهور اللي اليوم فقد رموزه بالترشيح للانتخابات، كيف بدكم تجيبوه لعندكم؟ خصوصا انه ناس من تيار المستقبل اليوم قرروا انه يكملوا بالانتخابات عم بيعانوا من انه مش عم بيقدروا يستميلوا هذا الجمهور ابدا. انتوا اليوم عشو رهينكم انه كيف بدكم تخلوا هذا الجمهور يجي ينتخبكم؟ ليك بدايه فما يخص تيار المستقبل يخصه، يعني تيار المستقبل تمنى على اعضائه انه ما يترشحوا، وكل من يريد ان يترشح عليها ان يترك التيار. لذلك كل واحد بتيار المستقبل وبيرجع بجرب ينزل بكون هو عم يخالف توجهات ما يسمى قياده هذا التيار. هلا نحن يعني كيف نستطيع ان نعبئ هذه الساحة أو نزيد ديناميكيتها؟ هذا تحدي كتير كبير، لكن واضح جداً أن المواطن اللبناني الآن لديه هم كبير أساسي، لديه هم معيشي، لديه هم اقتصادي، لديه هم تربوي، لديه هم تعليمي، لديه هم صحي، لديه هم مستقبلي وآني. يعني نحن بلد يعني يمكن نحن نصنف هلأ من الدول التي يمكن صارت في أسفل القوائم لناحية رفاهية المواطن وسلامته الصحية والاجتماعية والنفسية والاجتماعية. ممكن تزور ست بيا الحريري؟ ما في مشكلة، بالعكس أنا هيدي كان هي دائما هيدي موجودة دائما بال يعني بالذهن. أنا التقيت مع أحمد الحريري، التقيت مع هلأ بالوقت إيه نحن بنلتقي دائما. إيه شو قال لك؟ شو قال لك أحمد الحريري؟ بالعكس نحن تناقشت أنا وأحمد وشفنا، يعني كمان كنت حابب أفهم منه شو 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 هن قراءتهم للساحة، يعني أسبابهم الحقيقية للخروج، لأنه نحن بنعرف أنه يعني تيار بهذا الحجم عندما يخرج يجب أن يكون هنالك أسباب سمع. نحن منقدر ومنحترم. شو قال لك؟ منقدر يعني منقدرنا واحترمنا أسبابه للخروج، وبالتالي إمكانية هذا التيار أن يعود بالمستقبل القريب ممكنة. هذا بتعود لزوال الأسباب التي كانت بالأساس هي داعية لخروجه. التلاقي مع ست بهية أكيد حنلتقي مع ست بهية قبل الانتخابات النيابية، نبحث نحن وياها هذا الشأن. نحن احترمنا قرارها كمان أنه هي تريد أن تبعد نفسها عن اللقاء، عن أي شيء له علاقة بالنشاط الانتخابي. نعم. ولكن يعني بالطبع هذا شغلة طبيعية وعادية. بدنا نشوف صورة نحن وياك. أسامة سعد، نعم، حليفك في الانتخابات الحالية، لماذا اخترت أسامة سعد؟ يعني اخترت أنا الدكتور أسامة لسببين، سبب ما يسمى وطني وسبب صيداوي. السبب الوطني أنه أنا وياه عم نحكي نفس اللغة، وهي لغة نريد حقيقة الإصلاح، نريد أن يكون هنالك تغيير حقيقي في البلاد، ونريد أن الابتعاد قدر الإمكان عن أن يكون هنالك أي علاقة انتخابية على الأقل مع القوى التي نعتبر أنه هي تتحمل جزء كبير من مسؤولية انهيار البلاد. على المستوى الصيداوي نحن التقينا قبل مثل ما تنافسنا قبل، يعني إذا بتلاحظ بصيدا كنا ملتقي مع بعضنا في أماكن ومنتنافس في أماكن. شو حظوظكم أنت والدكتور أسامة إنكم تنجحوا؟ نحن حظوظنا تعتمد على المواطن الصيداوي، يعني إذا المواطن الصيداوي اقتنع أنه نحن في هذه المرحلة العصيبة والخطرة بمرحلة انكشاف المدينة نتيجة أيضا تراجع تيار المستقبل عن العمل السياسي ولو مؤقتا، المدينة بحاجة إلى مرة تانية لحتى تعمل دينامية جديدة ويكون عندها غطاء سياسي جيد، إضافة إلى أنه نحن ولكن أنتم بتمثلوا هوى هذه المدينة سياسيا، يعني هذه المدينة المحسوبة مستقبلا أو حريريا، حريرية الهوى، أنت والدكتور أسامة بتمثلوا هذا الهوى؟ نحن نمثل جزء من الهوى، ولكن منأمل نمثل ثلاث شغلات، نمثل الطموح، منمثل جزء من هذا الهوى، منمثل أهم شيء تاني ما يسمى عراقة ودور هذه المدينة. يعني نحن أنا اليوم لما الدكتور أنا والدكتور أسامة قررنا نبتعد عن القوى السياسية، لكن نحن وجودنا ضماني لاستمرار دور هذه المدينة التاريخية. أنتوا قررتوا تبعدوا ولا هني أبعدوكم؟ يعني نحن فكرنا انه نحن قررنا نبعد، ما بعتقد حدا ابعدنا، لكن لانه قيل انه في اكثر من لقاء صار مع ثنائي الشيعي وكان على اساس انه ممكن تكون على لائحتهم قبل ما هن ياخذوا مرشحهم. خليني اقول لك، انا اخذ قرار انه بلتقي مع كل القوى السياسيه، نعم، سواء بدي اتحالف معه بالانتخابات ولا لا. التقيت مع
حركة أمل، مع حزب الله، مع كل القوى الموجودة في جزين، نعم. التيار الوطني، القوى اللبنانية، الكتائب، نحن ملتقي، نحن بلد منفتح على بعضه، ويجب أن يجد اللبنانيين صيغة ليعيشوا مع بعض. بس مش كل واحد تلتقي وبتتحاور أنت وياه بالسياسي معناتها أنك رايح تعمل في ظاهرة سياسي. يعني في ظاهرة غريبة، يعني لما قرر يلتقي فيك وزير علي حسن خليل، تم اللقاء في منزل نبيل الزعتري. صحيح يعني نبيل اتصل فيك اتصل فيي، قال لي الوزير بده يشوفك، بده يشوفك عنده بالبيت. نبيل صديق لنا. صحيح. فقلت له اهلا وسهلا. بس المفاجاه انه اخذوك عند نبيل لتلتقي مع علي حسن خليل في الليت من عند نبيل. اخذوني انا، انا اخذوا نبيل على الليحه، ما اخذوك لك. توني خلينا نقول شغلي، انا رحت بناء على دعوه السيد نبيل الزعتري. نعم. للقاء السيد الوزير علي حسن خليل، والتقينا وحكينا، وانا انا دائما واضح وشفاف وصريح، وبحط كل خياراتي على الطاوله وحطيناهم، وانا لي يعني دائما للاحاديث الصله. هني يعني انتبه، يعني صار عندهم شعور انه انا لا اريد ان اكون جزءا من هذا التحالف المفترض بصيدا جزين، لذلك ربما اعتبروا انه يمكن السيد نبيل الزعتري فيكون يعني على هذا التحالف. لكن انا انت لما رحت ما كنت عارف انه ممكن نبيل يكون، ما بهمني هالموضوع، لكن انا بهمني بهالموضوع انه حقيقه يعني صديق عزيز علينا اللي هو الاستاذ ابراهيم عازر اخطا بالتصرف عندما ادلى بتصريح وقال فيه انه نحن الدكتور عبد الرحمن البزري ما رد علينا فاخترنا مرشح اخر. اول شيء مش لائقه للمرشح الاخر، هي واحد. ثاني شيء الاهم من هيك، الغير لائقه بمدينه صيدا. بدي يتذكر خينا ابراهيم اللي هو ربي بصيدا انه هو عم يخاطب مدينه صيدا، ومدينه صيدا لا تخاطب بهذه الطريقه. مش بيجي حدا من بعيد بنقي مرشحين من مدينه صيدا، صيدا بتفرز مرشحين، لذلك بدهم يسمحوا لنا فيها. له محبه ومعزه خاصه، وكان جارنا بفتره بصيدا مثل ما كنا نحن جيرانه لما نصيف بجزين وجيران اهله. لكن عندما يتعاملوا مع مدينة مثل مدينة صيدا عليهم أن يحترموا هذه المدينة، يحترموا تاريخها، يحترموا إرثها، يحترموا دورها وكيف حمتهم كلهم هي، ويحترموا أنه هي كانت المدينة التي أطلقت شرارة المقاومة، والمدينة التي تحررت من الاحتلال الإسرائيلي، وهي علمت العالم جزء كبير من المقاومة وكيف تقاوم الاحتلال. هي المدينة اللي كل الناس بتدوب بقلبها ببطل فيها مذهبية، وهي المدينة اللي بتحتضن فلسطينيين وسوريين ومن كل الطوائف. فمعلش ما يسمحونا فيها، مش انه والله مش عم نتعامل مع بلد صغيري فتنا عم نسأل عن بيع دخان ما لقيناه، رحنا عن بيع دخان آخر. فهذا يمكن جزء من النموذج اللي على القوى السياسية أن تتعلم كيف تتعامل به من الآن ولاحقا، لأنه ما قبل 17 تشرين يختلف عن 17 تشرين. والنقطة الثانية الرئيسية بدون يعرفوها، أنه صيدا مدينة لها خصوصيتها، ظلمت من الدولة وظلمت حتى من الناس اللي كانوا حاكمين البلد، ولكن لها كرامة، يتعلموا كيف يتعاملوا عليها.